اعربت عائله الماجد عن بالغ شجبها واستنكارها للمحاولات واستهداف المجتمع البحريني وإثارة النعرات الطائفية بين أبنائه والتي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية وأن عائلة الماجد تقف صفا واحدا خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتؤكد عائلة الماجد أن ما قامت به قناة الجزيرة من كذب وتدليس هي محاولة فاشلة لاستهداف أمن واستقرار البلاد وأوضحت ان هذه المحاولات الرخيصه لن تجدي مع ابناء البحرين بل سيزيدهم عزما واصرارا على المضي قدما في مسيره التنميه والازدهار بقياده جلاله الملك المفدى